تعالى اتفضل تعالى. انت ايه مش خلاص طلعتني من حواديت في 60 داهيه؟ ايه البجاعه اللي انت فيها دي؟ ها؟ طبعا البلد دي فيها قانون، انت فاكر ايه؟ ولا كله يعني كده زي قانون ابوك يحط كل حاجه في كرشه؟ ليه وانت مش مراتي ولا ايه؟ كنت دلوقتي طلعتك. طب انا رديتك، يعني انت دلوقتي مراتي واسك في بيت صاحبي، يعني ده في حكم القانون؟ زاني ده معناني لو قتلتك مش هخش فيك السجن دقيقه. بس انا مش هعمل كده، عارفه ليه؟ عشان انا عايز اشوفك وانت بتعذبي. خليك فين؟ خليك فين بقولك؟ ردي عليا اموتك. فين فين فين؟ انتوا بقى تطلعوا بره، اطلعوا بره في الشرطه. فين دي مراتي؟ مراتي بقول اطلعوا بره يا اموتك. فيها اطلع. لما ربيتك، لما ربيتك وعرفتك مين هو خالد المعدوي. انت فعلا مراته؟ طلقته. مش حقيقي والله العظيم طلقني. وانا بقول لسعادتك انه مش حقيقي. مدام راويه انا مش عايز وجع دماغ. باش انا خالد المعدوي صاحب اكبر شركه مقاولات في مصر، اظن سعادتك تسمع عنها، ودي قسمه الجواز، ودي سعادتك البطاقه العائليه، تقدر تتاكد بنفسك. كنت مراته، طلقني. طيب تقدر تقعد المدام وتتفضل تمشي. ياخدني فين؟ والله العظيم طلقني. شكرا. كنت مراته بس هو طلقني خلاص. يلا يلا حبيبي. اوعى تفتكر انك هتبهدلني ولا هتقهرني. خلاص يا بيه، نهايتك انت وابوك والعيله المقندله دي هيبقى على ايدي ان شاء الله. خلاص انت مش هتقدر تعمل لي حاجه، انت فاشل. انت عايز تفهمني ان انت ما كنتش تعرف اللي بيني وبين هاني؟ تعرف انا بروح لهاني من امتى؟ من اول ما اتجوزتك، عشان انا ما بحبكش، بكرهك. كل اللي انا عايزه اني اشوفك مذلول انت وابوك. انت ما تهمنيش ولا يهمني اي حاجه عنك. انا مبسوط انا شايفك مذلوله كده. مازن فين؟ مازن فين؟ ردي 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 بقولك. مازن فين؟ خالد كفايه كده. بقولك مازن فين؟ رد عليا. مازن فين؟ معرفش معرفش معرفش، بس هو مجنون والمجنون ما يتحاسبش على افعاله. ماشي يا راوي، انا هرب بيكي من اول وجديد. يا حيوان يا خالد، اللي بتعمله ده ما ينفعش تعمل كده كده غلط. انا ما حدش يقول لي اعمل ايه، انا عارف اعمل ايه كويس قوي. اللي بتعمله ده هيضرك مش هينفعك. هو انا كده عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا خالد اللي انت بتعمله ده انا لازم اذلها وتيجي تبوس رجلي كمان. يا خالد اهدى اهدى. مش ههدى. انا مش عارف انا ازاي ما خلصتش عليك لحد دلوقتي. انت طلعت اوسخ واحد عرفته في حياتي، وانا اللي كنت فاكرك صاحبي. ها على اساس يعني ان العيله الكريمه مستحميين ونضاف قوي يعني؟ بعدين وانا اللي انا عملته ده يجي صفر على الشمال من اعمال الحاج. اخرس، ما تجيب سيره ابويا على لسانك الزفر ده. زفر ليه؟ على اعتبار ايه؟ على اعتبار اني عملت حاجة ما حدش عملها قبل كده ولا ايه؟ وبعدين يعني الرجولة والنخوة دي كانت مستخبية فين طول الوقت اللي كنت سايبها فيه تعمل زي ما عايزة وفجأة بقيت راجل؟ طب انا بقى اعرفك الرجولة والنخوة. اتأخرت قوي يا خالد. انا عندي حاجه لازم اعملها عشان احس اني مستريح وراضي عن نفسي. يا رب تكون حاجه كويسه. اه كويسه. الدكتور اتصل وكان عايز يطمن عليك. كلمني.
طيب وقال لك على الدواء؟ قال لي، وقال لي انه عايز يقابلني كمان، هقابله. خالد ما تيجي نسافر؟ لا انا ما ينفعش اسيب مصر اليومين دول. خالد هو انا ممكن اعرف انت كنت فين؟ لا. اوكي اوكي انا هصدق ان انت كنت بتعمل حاجه كويسه وان انت ما كنتش بتعمل حاجه تاذيك ولا تضرك، وهقنع نفسي ان انت مش عايز تقول لي عشان انت متضايق من اللي بيحصل لنا الايام دي. بس انا عايزه اقول لك حاجه مهمه. قولي. اللي بيحصل لنا ده يا خالد ممكن جدا يكون بيحصل عشان ربنا عايزنا نرجع عيله بجد ونستمتع بالدنيا اللي احنا ما عرفناش نستمتع بيها قبل كده. دنيا حقوق يا صفيه، وانا مش هسيب حق يوسف مهما كان. بابا كان معاه حق، انا ويوسف روح واحده واتقسم اتنين، واللي قتل يوسف خد حته مني، يعني لازم يدوق من نفس الكاس اللي انا شربت منه. ممكن اعرف فيه ايه؟ احنا جايين نسال على مدام راويه. نعم؟ احنا جالنا بلاغ انها بتتعرض لاذى شديد من خلال زوجها الاستاذ خالد المعداوي. لا طبعا الكلام ده مش صحيح. والله بقى كله هيبان دلوقتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فيه ايه؟ هتعرف دلوقتي. ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ألف سلامة عليك يا مدام. اثبت يا حضرة الضابط، اثبت يا فندم كل الإصابات دي. شوف حضرتك شايف الأذى؟ إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إحنا هو أنت عشان جوزها يعني تعمل فيها كده؟ حرام عليك، بنات الناس يحصل فيها كده؟ إيه؟ إحنا في غابة ولا إيه؟ سوري سوري. لا عادي يا أستاذ عماد، أنا آسف. لا ولا يهمك. ايه ايه الدماغ فيها ايه؟ راحة فين؟ وسع. خش. بقول لكم ايه؟ ليلى دي طلعت مش سهلة خالص. أنا نفسي أعرف حاجة، أنت إمتى هتفتكري إن أنت هتقابلي مديرة سهلة ولذيذة كده؟ يا ابني مش هو ده قصدي خالص. بقول لكم ايه؟ أنا عايزة أي حاجة انكتبت عن قضية ليلى، وكل التقارير اللي طلعت من الطب الشرعي، وأي حاجة ليها صلة بالقضية دي. ليه ده كله؟ هو مش عماد هيمسكنا القضية؟ لازم بقى نثبت له إن إحنا جامدين قوي. وإن شغلنا معاه قبل ما يكون فايدة لينا فهو فايدة ليه هو كمان. بذمتك ودينك هو ده اللي في دماغي؟ يا بت ده من أخوكي وعارفك. وحياة اللي جمعنا من غير ميعاد أنا وأنت. هو ده اللي في دماغي. ده أنا أروح أبيع بطاطا. لو هنا فاضي، فاضي.